يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأت القرآن وأنوي بالقراءة الحصول على الأجر، كما أنوي به أيضا الاستشفاء من بعض الأمراض التي حصلت لي، هل عملي هذا جائز؟ نعم، تقصد مصالح كثيرة، ما هو شرط أنك ما تقصد إلا شيء واحد. فإذا قرأت القرآن لعدة مصالح فلا بأس، نعم، تريد الأجر وتريد الشفاء فلا بأس بذلك، نعم.